يختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين اليوم مشاركته في أعمال الجلسة العامة 13 للجمعية البرلمانية الأسيوية المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 10 من يناير الجاري. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة بيّن سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى أن مشاركة مملكة البحرين كانت مشاركة فاعلة وقد عززت من مكانتها بين الدول التي تتمتع بتجربة ديمقراطية عريقة. شاركنا بالفعالية في اللجان الأساسية اللي هي 3 لجان وأيضا في لجنة الميزانية ووفقنا الحقيقة لأن البحرين مقدرة دائما وقيادتها دائما ينظر لها بأنها قيادة متميزة أنه يعني لنا أيضا منصب نائب الرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التنمية المستدامة وأيضا يعني عززنا الحقيقة علاقات مع العديد من الأشقاء الخليجيين بشكل أساسي. عدنا أول مرة يجتمع كل الخليجيين لمناقشة والترتيب للاجتماعات للمواقف وأيضا تنسيق الانتخابات وأيضا دعم بعض القضايا سواء فلسطين أو العراق أو اليمن وكان لقاء الحقيقة ناجح جدا ومشاركة فاعلة دائما عززت مكانة البحرين بين الدول الديمقراطية العريقة والديمقراطيات التي يعني تسهم في تطوير العلاقات الدولية. هذه كان مشاركة فاعلة بإشارة الجميع الحقيقة يعني الحمد لله أن احنا تمكنا من إضافة لبنات إضافة جديدة لما قدمه زملائنا سابقا في هذا المحافل والمحافل الإقليمية والدولية الأخرى.